أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تقول لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت
أنزلت علينا كسفا أو تأتي بالله كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم.